النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضراتكم، ولكن خلونا الأول نبدأ بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها افتتاح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابعة لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وده في مدينة العين السخنة. كان هناك توجيهات من سيادته بتنظيم رحلات للشباب للتعرف على كافة المشروعات الجديدة. امبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024، وشهد توقيع عقود مع عدد من شركات الملاحة العالمية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بالعين السخنة. وامبارح خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة، وقال: من فضلكم اعملوا رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشاريع دي. عاوز أقول للناس في مصر وللشباب، شوفوا اللي بيتعمل بإيدين إخواتكم على مساحة مصر بالكامل. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام 2023-2024، وده خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف والناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم وكمان حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة. وخلال الاجتماع تم التطرق لأهمية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقود مع عدد من شركات الملاحة العالمية بشأن إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء السخنة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد بيان عملي لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى وحدات الدفاع الجوي باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية. امبارح كمان خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة، سيادة الرئيس قال إن الاهتمام بالصناعة والتحرك في القطاع ده بيساعد وبيحتاج لوقت كبير وجهد وتكلفة كبيرة. سيادة الرئيس قال إن مشروع المجمع تكلفته بتوصل ل 800 مليون دولار، ده غير تكلفة الأرض وكافة المرافق، وإن استغرق تنفيذه حوالي 4 سنوات. تعالوا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. احنا الأول بنتكلم على ان احنا لما خدنا القرار ده خدنا 4 سنين عشان نفتتح المصنع ده اللي هم الست مصانع دول، يبقى عشان في خلال 8 سنين مع الوضع في الاعتبار ان احنا مع الشركات اللي هي بتعتبر من افضل شركات الصناعة في العالم في المجالات اللي احنا بنتكلم فيها، خدت وكنا ضاغطين في التوقيت وكان جزء من التفاوض معاهم ان احنا ننجز المهمة في اسرع وقت ممكن، لان كتير من الناس يقولوا ايه، انتوا ليه مش مهتمين بالصناعه؟ احنا عشان نهتم بالصناعه ونتحرك فيها هناخد وقت وجهد كبير قوي وتكلفه كبيره. مشروع زي اللي احنا بنتكلم فيه ده، انت بتتكلم في غير ثمن الارض والمرافق اللي هي بتوصل لها، بتتكلم في 800 مليون دولار، ولا انا مش واخد بالي؟ فالرقم كبير يا جماعه. عشان تعمل مصانع كثيره تقدر تحقق بيها اولا حاجاتك اللي انت عايزها ويتبقى جزء للتصدير، ده موضوع هياخد وقت، ولازم واحنا بنتكلم في النقطه ديت ننتبه لحاجه مهمه قوي، ان احنا كان عندنا اولويات موجوده ازاي نوصل ان احنا نبقى يعني اقدر اقول ان انا اجي اعمل مصنع زي كده ما يكون عندي الطاقه الكهربائيه اللازمه، مش ممكن. لو ما عنديش كهرباء طب هعمله ازاي؟ طب لو ما عنديش الغاز برضه هعمله تاني ازاي؟ نرجع بقى تاني للتلاتة ونص مليون فدان. احنا بنسابق الزمن عشان دول يخشوا الخدمة في أسرع وقت ممكن. وأنا الكلمة اللي هقولها للحكومة وهقولها للقوات المسلحة وهقولها لوزارة الداخلية وهقولها حتى للجامعات، من فضلكم اعملوا رحلات لطلبة المدارس
والجامعات للمشاريع ديت. اللي يمكن يعني البعيد قوي توشكا والقوات المسلحه توفر الوسائل اللي ممكن تروح بيها. انا عايز اقول للناس في مصر وشبابنا بالذات، تعال بصوا شوفوا، شوفوا اللي بيتعمل بايدين اخواتكم على مساحه مصر بالكامل. احنا بنتكلم في حجم هائل من الاراضي، لما هتروحوا تشوفوه انتوا هتطمنوا اولا، وكمان مش هنسمح يا دكتور مصطفى ان حد يعني يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي ده معمول. لا، خدوا الناس، وانا يمكن كنت بتابع من كام يوم، خدوا جامعه اسوان ودوهم توشكا، فقالوا الحاجات دي بتاعتكم ولا بتاعت حد تاني؟ يعني بتاعتكم يعني، خد بالك يا دكتور والله بتاعتكم ولا بتاعت، لا دي بتاعتنا. المهم يعني عايز اقول ايه، يبقى اذا احنا علينا دور بعيد خالص عن اللي احنا بنعمله دوت، ان احنا نوري شبابنا وشاباتنا وحتى شباب ثانوي ناخدهم، وده برنامج نعمله مع بعض الحكومه، مع بعض مع اجهزتها دكتور مصطفى والوزارات في المحافظات اللي فيها الشغل ده. السيد الرئيس ايضا اتكلم امبارح عن التوسع الافقي في الاراضي الجديده من خلال مشروعات الدلتا الجديده ومشروع توشكا ومشروع تنميه اراضي سيناء. سيادته قال ان المشروعات دي بتضيف حوالي 3.5 مليون فدان. اكيد يعني نقدر نقول ان تلت الاراضي الزراعيه الموجوده حاليا بيتم اضافتها من اول وجديد، ودي طبعا مشروعات ضخمه جدا، عشان كده بنسابق الزمن عشان يدخلوا في الخدمه في اسرع وقت ممكن. وقف هنا بين افتتاح المشروع ده وبين اللوحه دي. انتوا لو لاحظتوا ان الارقام اللي موجوده هنا على الخريطه، على اسف على اللوحه اللي قدامي، سواء كان في الدلتا او في توشكا او في وسط سيناء، بنتكلم تقريبا في 3.5 مليون فدان. ال 3.5 مليون فدان دول يساووا تقريبا برضو اقول تلت الارض الزراعيه اللي موجوده في مصر. تلت مش كده يا دكتور مصطفى؟ احنا بنتكلم في 8.5 9 صح، يعني ده تلت الاراضي. طيب انا عايز اقول للي بيسمعني دلوقتي، اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بنتكلم في مشروع بسيط، وطلباته من الميه او طلباته من الاسمده دكتور مصطفى هتبقى ضخمه جدا. انا مش بتكلم خالص على تجهيزه كمشروع، ده موضوع تاني خالص، لكن انا بقول للناس هنا تنتبه لحاجتين مهمين قوي. انت قلت التوسع الافقي والتوسع الراسي في الزراعه، ده التوسع الافقي اللي احنا بنعمله. طيب عشان نعمل ده عايزين نطمن على الميه اللي بتستخدم، وانا بقول للي بيسمعنا هنا، المشروع الاولاني والثالث اللي هو سينا والدلتا، احنا بنتكلم في اعاده معالجه مياه صرف زراعي بمحطات معالجه عملاقه، مش كده؟ حوالي 14 يعني. انا بتكلم بس للناس تسمع ده، لان الارقام اللي بتتعمل بيها المحطات ديت والمشاريع ديت ارقام كبيره قوي، لكن احنا ما عندناش خيار تاني. يعني لما نيجي نتكلم على ان حد مثلا نكتب عنوان صغير نقول ايه؟ التنميه الصناعيه دكتور مصطفى. لما انا كانسان اطرح الطرح ده اقول تنميه صناعيه او تنميه زراعيه، ده عنوان صغير ممكن اكتبه واقوله حتى في اي وقت، لكن عشان احققه وانفذه ده بياخد وقت وجهد وفلوس كتير قوي. مثال مش هخرج عن اللي احنا فيه، احنا لما جينا في مايو نفتتح مجمع الاسمده الفوسفاتيه، وده كان اول مره، كان كتير من الناس تقول كتير يعني يقول لك ايه، انتوا ليه بتصدروا الفوسفات ماده خام؟ عشان نعمل ده خدنا 3 سنين في المجمع الاولاني 9 مصانع، واحنا بنفتتح خدنا القرار بتاع الاسمده الازوتيه. بس خلي بالكم كان جزء من الموضوع ان احنا بقى عندنا غاز يا دكتور مصطفى نقدر نعمل بيه الكلام دوت. يعني كان وزير البترول النقاش معاه ساعتها، هل لدينا غاز ممكن نعمل اسمده ازوتيه؟ مش كده؟ لما قال في الغاز اللي احنا ممكن نعمل بيه،
مش كده طارق؟ طيب انا بقول الكلام ده لينا كلنا عشان تعرفوا ازاي الموضوع بيخرج للنور. طب لو ما عندناش الغاز هنعمله؟ يبقى هنستورد غاز ونعمل ودي موضوع تاني خالص، لكن احنا بنتكلم عشان نستخدم دايما. وبالمناسبه الغاز الطبيعي افضل استخدام ليه مش انك انت تبيعه كوقود، انك تبيعه عشان يخش في صناعه يعني قيمه مضافه اخرى. وفي جولة المحافظات معانا مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، ومنها افتتاح معرض أيادي الغربية لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية، وتنفيذ 17 مشروع مياه شرب بتكلفة 5 مليار جنيه في الشرقية. صحيح، وامبارح أيضا تم إحلال وتجديد شبكة الكهرباء في قرية أبو العراج، وده في محافظة شمال سيناء. كمان كان في انطلاق مبادرة صحتك بالدنيا لعلاج أمراض السمنة في محافظة البحيرة، وأخبار تانية كتير من محافظات تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها انطلاق معرض أيادي الغربية لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة وجودة عالية. المعرض بيضم منتجات مواد غذائية وألبان ومخبوزات ومشغولات يدوية وتراثية. في الإسكندرية أكدت مديرية القوى العاملة بالمحافظة أنه تم تعيين 5409 شاب، منهم 153 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري. في الشرقية تم الانتهاء من تنفيذ 17 مشروع في قطاع مياه الشرب بتكلفة مالية بلغت 5 مليار و210 مليون جنيه، وكمان الانتهاء من تنفيذ 51 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مليار و855 مليون جنيه. في شمال سيناء أعلن مجلس مدينة الشيخ زويد عن تجديد شبكة الكهرباء بتجمع العرجاني والعطيات بقرية أبو العراج، وده من خلال زرع أعمدة هيكلية جديدة وشد الأسلاك وتوصيل التيار الكهربائي بالتجمع وتركيب كشافات بالقرية. في كفر الشيخ شهدت مديرية الشباب والرياضة تدشين المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وزراعة 20 ألف شجرة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بمشاركة أعضاء الكيانات الشبابية التطوعية. في بورسعيد تم افتتاح نادي المعارف الرياضي بعد تطويره، وكمان تم تدشين فعاليات معرض ختام أنشطة توجيه الصفوف الأولى المقام بنادي المعارف، وشارك فيه 60 مدرسة. في الأقصر تم افتتاح فعاليات ملتقى الأقصر الأول لنقد الشعر اللي بينظمه بيت الشعر بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وشارك في الملتقى 15 شاعر مصري وعربي. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشباب والرياضة تزايد عدد المشاركة في أولمبياد المحافظات الحدودية، وتم تدشين غرفة لاستقبال طلبات المشاركة في البطولة الأكبر اللي بتتضمن 12 لعبة رياضية مختلفة. في البحيرة انطلقت فعاليات مبادرة صحتك بالدنيا واللي بتستهدف علاج السمنة وتشوهات القوام والجسم. تضمنت المبادرة الكشف على المرضى مجاناً وتنظيم ندوات توعوية لمواجهة السمنة المفرطة وتأثيرها على صحة المواطنين.